بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين. جمعة مباركة علينا وعليكم يا أحلى متابعين. اليوم التاريخ 25/10/1440. ما شاء الله تبارك الله، أحد مربين الأبل من دولة الكويت يطلب ما شاء الله فوق 50 سطل ما شاء الله تبارك الله، بعد استخدام خلطة والدي الشرقية للتسمين، بعد ما جربها على الحلال. تقريبا احنا رسلنا في تاريخ 9 رمضان عام 1440 خلط التسمين اللي هو 12 سطل، وما شاء الله تبارك الله اليوم عليها الخلطة، خلطة التسمين ما شاء الله زي ما علمناكم. احنا نستخدم بذور وبروتين عالي ما شاء الله تبارك الله، هذه بعض المنتجات اللي احنا نجرشها مع الخلطة، وبعضها والله مسكر نطلبها مسكرة، هذه خيشة نخلطها جميع زي ما علمتكم، مكوناتها كلها بذور مع اعشاب طبيعيه. الان ان شاء الله بنطبق اللي هي الخلطه باذن الله تعالى. لازم بالوزن يا ابو الشباب، لازم اي احد يبغى ينجح في خلطه لازم يعرف من المكونات وشنو وش كيف يخلط وش كيف يجرش. خليكم معي يا ابو الشباب، بس تخلوني احطها على اساس نشغل الجراشه مع بعض. اوكي، نحطها في هذا ونخلط البذور مع الاعشاب، وان شاء الله نوريكم باذن الله تعالى. بسم الله، بسم الله. المشكلة والله يا شباب ما عندي أحد يصور هذه خلطة التسمين ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. أوكي يا شباب، نقعد نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. دائما يا شباب دائما انا شوفوني اذكر الله ونصلي على النبي، اللهم صل على محمد وآل محمد واصحابه اجمعين. دائما تشوفوني يا شباب دائما اسوي الخلطة يوم الجمعة، لان يوم الجمعة مبارك ما شاء الله تبارك الله. هذه الطريقة نخلطها، نحط الاعشاب. ما شاء الله هذا حطينا الاعشاب، شوف هذا الاعشاب ما شاء الله، الابل تاكل اعشاب، الاقنام، الدجاج، هذه خلطنا البذور، شوفوا خلطنا بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين زي ما علمتكم. هذه البذور اللي نخلطها حق التسمين ما شاء الله تبارك الله. هذه خلطنا ما شاء الله، رايح نجرشها قدامكم يا ابو الشباب. لحظه بس، لحظه يا ابو الشباب، اريد السطل يا ابو الشباب، خليكم معي بس. حياكم الله يا شباب، معليش بس جبت السطل لاني دائما انا اوزن هذا السطل وزنه كيلوين، لازم بعد ما اخلط البذور مع الاعشاب لازم تخلطها مضبوط. شوف حتى هذه اللي هي القصن حق الشجرة نخلطه مع بعض، لازم نخلط هذه، وان شاء الله صاحب دولة الكويت يرفع لنا مقطع بعد استخدام الخلطة ما شاء الله. نقول بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هات نسينا ما شغلنا الفلاش يا ابو الشباب، نشوف كيف طريقه تشغيل الفلاش. المشكله جوالي جديد توي ماخذنا والله. بسم الله،
بعد ما نجرشها يا بالشباب تكون معنا هذه الأبذار، خلطناها ونقدمها مع حق الإبل، حق الأقنام، حق الدجاج، حق الصيصان، تكون بودرة تستخدم مدة 10 أيام بالشهر أو 15 يوم. أوكي يا بالشباب، هذه طريقة جرش بذور خلطة ولد الشرقية. ولا ننسى اليوم التاريخ 25/10/1440، وجمعة مباركة علينا وعليكم يا أحلى متابعين. زي ما علمتكم الآن دائما نجرش ونقدم حق الإبل ممتازة جدا، وحق الأغنام ممتازة جدا، وحق الطيور، حق جميع الحيوانات خلطة التسمين ممتازة جدا، رفع مناعة، تعطيك وقاية عن جميع الأمراض، فتح شهية، مكمل غذائي، تعتبر هذه الخلطة. واي استفسار 0544204431. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المملكة العربية السعودية إلى دولة الكويت الحبيبة، مرحبا مليون بخلطة ولد الشرقية.